سيارة الاختبار اليوم لديها جون كوبر ووكس، وهو طاقم إيروديناميكي، أي أن هناك واقياً آخر وموزع وأجنحة جانبية أخرى. نريد طبعاً أن نعرف كيفية تفاعل كل هذا مع محرك الديزل ذي عزم الدوران القوي. تقدم ميني لمجموعة كنتريمان لسيارات الطرق الوعرة في أقوى شكل لمحرك الديزل والبنزين باقة جون كوبر ووركس أيروديناميك. ونحن نختبر سيارة بمحرك ديزل قوته 143 حصاناً وبعزم دوران يصل إلى 305 نيوتن متر. ويبدو أن محرك الديزل اقتصادي، فهو يستهلك 4.7 لترات في 100 كيلومتر. باقة الأيروديناميك لا تحسن من ديناميكية القيادة فحسب، بل ومن المظهر الخارجي كذلك. فبفضل الإضافة في الواجهة الأمامية للتحكم بالرياح، تبدو سيارة كانتريمان أضخم حجماً، إضافة لحرف S الذي يشير لكونها رياضية. وهكذا تحتوي الباقة الديناميكية على تصميم رياضي في الخلف. سيارة ميني الأصلية ذات المحرك الكبير قاسية، لكن هذه السيارة مع أنها رياضية فهي مريحة. إنها سيارة مريحة ومجموعة الحركة رشيقة وتعطي المزيد من القيمة العملية، ويمكن لأربعة أشخاص الجلوس بلا مشكلة في أكبر سيارة ميني. في الداخل ملصق واحد يذكر بالتجهيزات الخاصة جون كوبر ووكس، لكن هذا منطقي فهي موجودة في الخارج فقط. سعة حيز الأمتعة 350 لتراً، وإذا احتاج المرء لمكان أكثر يمكن زيادة المساحة إلى 1170 لتراً. في هذه السيارة تبدو الجودة في كل مكان، ولا يزال عداد السرعة المستدير الشهير موجوداً هنا. المزعج هنا هو الكثير من البلاستيك المقوى. وكسابقاتها، تبدو سيارة ميني الكبيرة بخاصية القيادة الديناميكية مقنعة جداً. لكن أهم ما في هذه السيارة التي يبلغ وزنها 1.4 طن هو توجيه السيارة الذي يبدو مباشراً ويجعل السيارة تتغلب على المنعطفات. سعر السيارة بتجهيزاتها يبدأ في ألمانيا بحوالي 30,000 يورو. سيارة ميني كانتريمان المزودة بتجهيزات إيروديناميكية من جون كوبر ووكس تكلفتها أقل ب10,000 يورو من السيارة البنزين الكبيرة، ولكن مظهرها لا يختلف. لكن المزعج هو البلاستيك الصلب في الداخل.